اهلا بيكم مشاهدينا على قناه الناس في حلقه جديده من حل ودنك مع احلى ساعه من الاناشيد والابتهالات في اجمل ليالي رمضان. وكمان ما تنسوش تسمعونا على الراديو 90 كل يوم من الساعه 9 لغايه الساعه 10 بشكل تاني مختلف. معانا النهارده مواهب جديده، مجموعه من الشباب اسسوا فرقه للانشاد الديني، يمكن يكون ربنا خد منهم نعمه البصر بس اداهم نعمه البصيره. معانا النهارده فرقه البصيره للانشاد الديني، اهلا بيكم وكل سنه وانتم طيبين. انتوا بقى في الساعه والسلامه حضرتك. ازيك يا محمد؟ أنا الحمد لله والله. ممكن يا محمد تعرفني على الفرقة؟ احنا عندنا ان شاء الله اول واحد معانا الاستاذ مصطفى نبيل. اهلا وسهلا. دوت من ضمن المنشدين معانا، تمام. وعندنا الاستاذ عبد المحسن، ده برضه من ضمن برضه المنشدين. وعندنا الاخ معانا الاخ محمد السبكي، دوت برضو من ضمن المنشدين الصغار يعني، ما شاء الله. ومعنا الأستاذ محمود عبد الفضيل، ده من ضمن الإيقاع دف، تمام. ومعنا الأستاذ حسن، ده إن شاء الله أهلا بيهم برضو الإيقاع، يعزف إن شاء الله على الرق. أهلا بيهم منورين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك محمد. أنت الليدر بتاع الفرقة مش كده؟ إن شاء الله بإذن الله. طيب يا محمد، أنا عايز أعرف منك منين جت فكرة تأسيس الفرقة دي؟ والله حضرتك هي كفكره، هي فكره جديده، تمام. فحضرتك يعني بالنسبه للانشاد عامه، الانشاد اصلا هوايته من وانا صغير يعني، انا بحب الانشاد جدا. فلما كبرت يعني وكده، ف عندك كام سنه يا محمد؟ 18 سنه، ماشي بال 18 يا ما شاء الله. فلما يعني كبرت شويه انا حبيت الانشاد يعني، ودخلت مدرسه الانشاد الديني، كنت تلميذ الشيخ محمود التهامي والشيخ طه الاسكندراني والاستاذ مصطفى النجدي، فالحمد لله خريج الدفعه 5. فبعد ما اتخرجت يعني جت في دماغي حكايه الفرقه، يعني لازم برضه اعمل فرقه انشاء ديني وانمي الموهبه بتاعتي اولا، وكمان انا حابب موضوع الفرق، يمكن هي كفكره جديده كمان، ويعني لسه لحد دلوقتي بالتالي هي اول فرقه من المكفوفين. محمد انت دراستك ايه؟ انت بتقول لي انا عندي 18 سنه، انت بتدرس ايه؟ انا في الصف الثاني الثانوي بمدرسه طه حسين. ونفسك تخش كليه ايه؟ ان شاء الله دار علوم، يا اما اداب لغه عربيه ان شاء الله. اداب لغه عربيه، تمام. ربنا يا رب يوفقك ان شاء الله. قول يا مصطفى، انتوا لقيتوا صعوبات يا مصطفى في تكوين الفرقه؟ اكيد. طبعا جدا، منها ان هي فرقه للمكفوفين، فدي اول مره تكون للمكفوفين اصلا، يعني بالنسبه للانشاد الديني هي تكون دي اول مره للمكفوفين. يعني المكفوفين عامه بيقول يعني كل واحد مثلا بيبقى لوحده وبينشد عادي جدا مع مبصرين، لكن احنا عشان نجمع مكفوفين بس من غير اي حاجه تانية او من غير مبصرين معانا، فدي صعبه جدا. حاولنا ان احنا نكون ناس، وبعدين حاولنا نعمل حتى اختبارات صوت لناس معينه عشان من خريجين النقابه وكده، فجبنا ناس معينه عشان يخشوا معانا الفرقه. هي الفرقة كلها مكفوفين يا مصطفى؟ ما انا بقول لك هي الصعوبة في كده. يعني لو واحد مثلا بصير ما يقدرش يخش الفرقة؟ لا، احنا ده شرطنا. طيب تحبوا بقى نسمع ايه؟ نحل ودننا بقى بإيه بقى؟ بأصواتكم الحلوة كده والفرقة الجميلة دي. إن شاء الله هنبدأ بأول موشح عن شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. عن شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. شهر رمضان كريم، وهنسمعكم إن شاء الله موشح شهر الصيام. طب اتفضل. شهر الصيام فريضة، من صام رمضان جوزيا بالجنان مقاما. شهر الصيام فريضة، من صام رمضان جوزيا بالجنان. فصم له الصوم لي الله قال، فصم له يا عبد واستغفر بالآثام. ليلان شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام لحلوله، والصوم
حسناته الله الله بحلوله والصوم من حسناته تتذكرون أراملا ويتاما. الله عليك والله عليك مصطفى. أنا عايز أعرف منك يا مصطفى، أنت بقالك قد إيه بتنشد؟ أنا بالظبط بقالي 5 سنين. قبل ما تنضم للفرقة ديت أنت عملت حفلات ليك لوحدك ولا حاجة؟ كنت بنزل بس يعني مع حد، ما كنتش بنزل لوحدي. أنت قلت لي أنت آخر سنة في ألسون، إن شاء الله ناوي ده يبقى الكارير بتاعك أو دوت يبقى طريقك على طول الإنشاد يعني؟ عالم الإنشاد، ولا هتشتغل بالألسون بقى؟ لا لا مش هشتغل بالأسهم خالص، ولكن أنا مركز على علم معين جدا اسمه علوم القرآن، قراءات العشرة، فجنب الإنشاد الديني برضو لأن القرآن هو الأساس، فحبيت أن أنا برضو أوصل أجمع بين الاثنين. يا ما شاء الله. فالألسن لا مش هشتغل بيها خالص، أنا كنت هشتغل مترجم بس لا مش هشتغل بيها خالص. مش هتشتغل بيها؟ لا لا. طيب يا محمد، دور أسرتك بقى لما لقيتك بقى اللي أنت بتنشغل، مين كان بيدعمك في أسرتك عشان تخش المجال ده؟ لا اكيد الوالد والوالده اكيد ليهم دور كبير طبعا من ناحيه الدعم المادي والدعم المعنوي طبعا. هم يعني هم اللي ساعدوني ان انا اقدم في مدرسه الانشاء الديني اولا. وعلى فكره يعني انا كنت بنشد اصلا من صغري، يعني بنشد بحضرتك من انا عندي 9 سنين ما شاء الله. كنت بتدندن كده في البيت؟ لا كنت بنزل حفلات في مساجد من انا عندي 9 سنين. كنت بتغني لمين او بتنشد لمين؟ والله حضرتك انا كنت بسمع واقلد، كنت بسمع المشايخ. كنت بسمع واقلد. بتقلد مين طيب؟ كنت احب اقلد قوي مولانا الشيخ سيد النقشبندي الله يرحمه رحمه واسعه. الله يرحمه. وكنت بحب اقلد برضو الشيخ نصر الدين طبار والشيخ علي محمود. يا ما شاء الله، ده يعني انت اخترت مشايخ عظماء صراحه. يعني بالنسبه لتسجيل الشيخ علي محمود يا صوت ما يكونش واضح، فكنت بقلده بقى كده وخلاص. تمام. طب بتعرف تقلد لحد منهم؟ الشيخ سيد النقشبندي. طب نقول مولاي. قول مولاي. طيب. قد قصدت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد قصدت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك أقوم بالليل إني ببابك مولاي والأصحار ساجية إني ببابك مولاي أدعو وأمس دعائي إني ببابك أدعو وأمس دعائي بالدموع نادي إني ببابك مولاي بنور وجهك إني عائذ وجل ببابك مولاي ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد إني ببابك مولاي مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضا ببابك
تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك أدعوك يا رب أدعوك يا رب أدعوك يا حالي في خوف وفي طمع من يرحم العبد بعد الله من أحد إني ببابك مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي مولاي الله عليكم الله عليكم. لسه مكملين حل ودنك مع فرقة البصيرة اللي منورين النهاردة،
وابدعت يا محمد الفقره اللي فاتت. مصطفى عايز اسالك، يعني انت رغم ان انت تعتبر يعني سنك اكبر من محمد، بس امنت بالفكره وسمعت كلامه؟ هي العمليه مش عمليه سن، يعني هي مش كبر سن ومش صغر سن وكده، لا يعني هو يعني ما كنتش متضايق مثلا ولا حاجه؟ لا 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 خالص، بالعكس. على فكره هدف الانشاد الديني ان احنا اولا الانشاد ارشاد، وهدفنا ان هي رساله، ثانيا المحافظه على التراث القديم. فاحنا ما جاش في دماغي سن ده خالص، ولا اصلا هيجي في دماغي. ثالثا موضوع الروح، لازم يكون في روح، بنحب بعض، يعني لازم نكون كويسين جدا مع بعض، كل واحد يشيل التاني، لو في اي زنقه نحاول يعني نشتغل مع بعض بقدر الامكان على قد ما نقدر. لكن قصه مين بقى الليدر وانا سن كبير عنك، لا مش كده. وبترتجل لمين طيب يا مصطفى؟ لو ارتجلت الشيخ محمد عمران مثلا. الشيخ محمد عمران؟ طب ما نسمع كده حاجه كده الشيخ محمد عمران. اتفضل. حاضر. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، ليس العيون تراه، اطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. إلهي إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم. فممن أرتجي مولاي عطفا، فممن أرتجي مولاي عطفا، وفضلك واسع وفضلك واسع وفضلك واسع من كل مونم. تركت الناس ورائي
وجئت إليك. تركت الناس تركت الناس تركت الناس ورائي وجئت إليك وجئت إليك وجئت إليك وجئت إليك وجئت إليك وجئت إليك كي بالقرب أنعم فعاملني بجودك واعف عني فعاملني بجودك واعف عني فعاملني بجودك واعف عني. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله عليك يا مصطفى، احسنت يا مصطفى احسنت. مصطفى مين بقى من الـ من الـ الشباب المنشدين دلوقتي اللي انت بتعجب بصوته؟ في اول منشد الشارقه السنه اللي فاتت كان برضو خريج الدفعه الاولى من النقابه بجد بجد اسمه محمود هلال. بتحب صوته؟ ها؟ جدا جدا جدا. طيب وانت برضو يا محمد مين؟ الشباب الشيخ محمود هلال برضو ده يعني اخويا الكبير طبعا بحبه جدا، بحب اسمع صوته طبعا. انت مين عرفك على الشيخ بقى محمود التهامي ومدرسه الانشاد والنقابه؟ اللي عرفنا عليهم الاستاذ عبد العزيز عمران. هو اللي عرفك عليهم ولا المخرج الاستاذ عبد العزيز عمران عرفك عليهم؟ واللي عرفنا عليه ودخلك هو معاهم بقى المدرسه الانشاد والنقابه. تمام. انت نفسك تبقى معتمد في اذاعه القران الكريم يا محمد؟ والله يعني انا بتمناها، والاهلي كمان يعني بيحاولوا يساعدوني بقدر الامكان ان انا اخش الاذاعه. ان انت تخش الاذاعه؟ طب انت مستعد لدخول الاذاعه؟ انت عارف بيبقى الاختبارات بتاعتها بتبقى تقيله قوي. ان شاء الله باذن الله والتوفيق من عند ربنا طبعا. طب تحبوا تسمعونا ايه مع الفرقه؟ امدح المكمل ان شاء الله. طب اتفضل. امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. امدح المكمل احمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. أمدح المكمل أحمد الرسول أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول. الغمام ظلل دونه يحول من به تماثل لا كل سول صاح سر صاحي سر مجد
جدا نحوه الله الله صاحي سرم جدا نحوه الله الله وزور وارجو مستمدا للمحب عليكم الله عليكم. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وبرحب جدا بفرقه البصيره اللي منورينا، وكل سنه طيبين منورينا يا جماعه. صحه وسلامه حضرتك مصطفى. انا كنت بس عايز اسالك بالنسبه للفرقه، انا شايف ان هم بس في اتنين عازفين، هل الفرقه فيها عازفين تانيين ولا انتوا ازاي شغالين باتنين بس للايقاع بس؟ لا حاليا اتنين بس. اتنين بس حاليا؟ اتنين بس، لان طبعا الفرقه لسه جديده ولسه يعني بنظبط فيها شويه ديكورات كده. لازم فلازم نظبطها شويه. فهو احنا حتى تعبنا جدا عشان نلاقي ايقاعيين. ايقاعيين وعلى يعني. فكره لازم نتعب. ما طبعا. ربنا يا رب يوفقكم. الحمد لله. محمد، قول لي يا محمد، انت دراستك مع الانشاد مفيش تعارض فيها ولا حاجه؟ مش ده بيجي على حاجه يعني مثلا الانشاد ما بيجيش على حسابك، على حساب دراستك في المدرسه وكده؟ لا الحمد لله الحمد لله. بتوافق بينهم طب ازاي؟ الحمد لله. لا كل واحد كل حاجه وليها وقتها. كل حاجه وليها وقتها. تمام. يعني في وقت انت بتلاقيه للدراسه وفي وقت تلاقيه تمام للانشاد. تمام. في وقت فراغك كده في بعض الاوقات. ايوه. الانشاد بيجي على الدراسه في بعض الاوقات، يعني بنسبه 5% مثلا. لا خلي بالك طبعا عشان لازم برضو تكمل برضو دراستك برضو. اكيد طبعا اكيد طبعا. مصطفى انت طبعا يا مصطفى انت درست علم المقامات والنغم. لو انا طلبت منك ان انت ترتجل حاجه او تنشد حاجه، تقدر تطلع فيها كل المقامات في الانشاد ده؟ اكيد ممكن. اكيد طبعا اكيد اكيد. ومحمد برضو نفس الشيء؟ اكيد. تمام. طب تسمعنا ايه يا محمد؟ ان شاء الله ارتجال لشهر رمضان ان شاء الله. طب اتفضل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا رب عفوك ورضاك يا وحسن لقاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا اللهم إنا على الصيام يا رب رمضان شهر الصيام رمضان منك تفضلا وتكرما نادى العباد رمضان نادى العباد نادى العباد إليك بالآيات وبليلة القدر وبليلة القدر التي أنوارها وبليلة القدر التي أنوارها تهدي الجميع غاية الغايات رمضان 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 منك تفضلا وتكرما رمضان رمضان منك تفضلا وتكرما نادى الجميع نادى الجميع نادى الجميع نادى الجميع إليك بالآيات وبليلة القدر التي أنوارها تهدي الجميع تهدي الجميع وبليلة القدر التي أنوارها تهدي الجميع لغاية الغايات فالشكر عندي
أنال شهادة فالشكر عندي أن أنا ترضى بها ترضى بها وأزف للجنات وإذا سئلت عن الحياة أجبتهم وإذا سئلت عن الحياة أجبتهم ربي فيك الحياة حسبي فيك الحياة سندي فيك الحياة وفيك أنت مماتي. الله عليكم. وفي ختام حلقتنا بشكركم جدا، بشكرك جدا يا محمد ياسر، بشكرك جدا يا مصطفى نبيل، وبشكر كمان بقية فرقة البصيرة، وبقول لكم كل سنة طيبين. بألف صحة وسلامة. نورتونا وشرفتونا. أعزائي المشاهدين بشكركم جدا على حسن المتابعة، استنوني بكرة في حلقة جديدة مع ضيف جديد ومبتهل جديد من حل ودنك، تحياتي ليكم وأشوفكم على خير.